اكيد كل وسائل التواصل المجتمعي والاجتماعي احنا يعني موجودين فيها شباب المؤثرين، لكن المره دي احنا بننوع شويه يعني هذا التواصل لما بيكون على منصه تيك توك، يعني بشكلها بتاثيرها وبوجودها في الريجن، يعني ان احنا نعمل برامج مباشره وبرامج غير مباشره. طبعا برامج الابداع اللي هو محك التوقيع النهارده في الاساس يعني جزء من مذكرة التفاهم الكبيرة، لكن برامج الوزارة في اختيار وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب واهتمام كمان بالسليكشنز او الانتقاء للمواهب. ده يعني في انشطة وبرامج كتير، لكن كمان لما ننقي ده او ناخد ده من خلال منصة كبيرة زي التيك توك، هو اللغة الحوارية ما بين جزء من الحكومة المصرية وزارة الشباب والرياضة والشباب. كمان يعني في برامج زي تصدوا معنا والشائعات وكمان البرامج الإيجابية الكتيرة جدا. احنا اليوم اطلقنا برنامج مركز المبدعين تيك توك كرييتر هاب. البرنامج فريد من نوعه، برنامج بيهدف الى انه نعزز من الوسائل اللي موجودة لصناع المحتوى المبدعين واللي طموحين ليكون لهم منصة معينة من خلالها يسلطوا الضوء على أبرز القضايا المحورية والأساسية اللي بتمس مجتمعاتنا في يومنا الحالي. وطبعا هذا البرنامج اللي بسعدنا اليوم انه نطلقه بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة. الهدف منه السنة الحالية هو برنامج سنوي، ولكن في السنة الحالية الهدف الأساسي هو تسليط الضوء على موضوع البيئة والاستدامة البيئية والتغير المناخي، وهذا بيجي بالتزامن طبعا مع إطلاق أو مع وجود مؤتمر المناخ COP27 إن شاء الله اللي رح يتم في مرحلة لاحقة خلال العام الحالي، واللي بنتمنى فيه التوفيق لجميع القائمين على هذا المؤتمر.